لله احنا قدرنا نوصلوا اننا من انتاج الاكياس البديليه الاكياس الكمامات، هذا مجهود جبار عملنا احنا المغاربه، كنخافوا على هذا الوطن، بغينا ان شاء الله نتقدموا به، تقدمنا به، اعطيناه للشعب المغربي، قدرنا اننا نوفروا لكل انسان كل شخص كمامه وجوج. الانتاج ديالنا احنا الحمد لله اليوم وصل في المغرب عامه شي 5 أو 6 مليون في النهار. انا كشخص كنخرج اليوم كنخرج 400-500 ألف كمامه في النهار، بديت ب 100 وغادي وطالع على حساب التعليمات ديال الوزاره، وبالنسبه للتسويق ديالو كانوا الوزاره هي اللي كتكلف، وزاره الصناعه هي اللي كتكلف بالتسويق ديالو باش تكون ما تكونش احتكار للسوق ويكون داكشي مفرق باسلوب سلس. بالنسبة للمواد الأولية هي عبارة عن مواد بولي بروبيلين، طبعا مادة أولية 100% مستوردة، كتدوز عندنا في الماكينة اللي هي SS، هو النسيج الغير المنسوج كنعطيوه، هذا هو الاسم ديالو، ومن بعد كنقسموه وكنعطيوه للمواكن عندنا باش يخدموه بهذه الكمامة. طورنا المواكن من ماكينة اللي كانت كتصنع الكيس اللي هو أكياس بديلية إلى أكياس لكمامة. والله هي مدعومة من الوزارة، يعني الدعم ديالها الحمد لله، يعني واخا مازال ما توصلناش به، وإنما يعني غيكون كيغطي مصاريفها، أما القيمة ديالها ديال اليوم ما كتغطيش مصاريفها، باش كيشريها المستهلك ما كتغطيش مصاريفها. من معمل لصناعة الأكياس لمعمل لصناعة الكمامات ضروري واحد شوية ثقافة صحية، باش كتعطي الثقافة بأن راك أنت كتحافظ على البلاد، كتحافظ على راسك، كتحافظ على وليداتك، خاصك ضروري الارتداء البدلة ديال الصحية